لا أنا ماني مجنونة، بس المريض النفسي مثله بيعرف كيف يخدع. بصدق إنه مريض نفسي بس بحالة، إذا عن جد مساوي معك هيك. وشو قصدك؟ شو بيعرفنا إنه فيدات عن جد عذبك؟ وإذا افترضنا عملها، إيشن مرة معقول تسمح له بهالشي؟ ما بتخيل. تعرفي شو؟ فكرت بالموضوع، كيف في مرة ترضى تشوف مرة تانية عم تتعذب قدام عيونها؟ تمرق علينا هالقصص على طول، إمهات بيسلموا بناتهم للتحرش وأكتر من هيك بيسمحوا باغتصابهم. يعني أم كيف بتقدر تعمل هيك؟ كرمال مصالحهم بيقدروا يبيعوا بناتهم، يعني عندهم حججهم. وشو يعني أختي أسماء؟ إذا أنتي قلتي هالحكي لازم صدق تخبيص هالمرة اللي قدامي؟ وشايفة هيك حالة، في ناس كتير بتنقلن الحقيقة بس ما بيرضوا يصدقوها. ألو، في فيديو، فيديو. ليش لا يبعت لها الفيديو لنفس طيب؟ لك شغلي شوي لمخك. رح أسأله لكان. تمام، امشي معي. لحالي يا مراد، لحالي. لما بدي روح حاسب شخص ماني بحاجة حدا بنوب. شوفي، لا تجننيني وتعملي حالك قبضاي قدامي، خلصنا بقى. شو بدك؟ كون الأميرة الضحية وتضحك على شباب خاطبين؟ أنا مو بحاجتك، حل مشاكلي لحالي. وقف، هلأ ما رح تستوعب عليك، إذا منضغط عليها منخسرها. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.